وضح إخواني؟ المد المتصل قلت منذ قليل ما حدا قصره، وذكرنا حديث عبد الله بن مسعود. طيب والمنفصل؟ المنفصل فيه خلاف من القراء، من يعني لم يعتد بمجيء الهمزة بعد حرف المد لأنهما في كلمتين: يا أيها، قوا أنفسكم، وفي أنفسكم، سواء كان حرف المد ألف أو واو أو ياء. فبيقول لك ولو جاءت همزة، لكن الهمزة في كلمة ثانية: وفي أنفسكم، قوا أنفسكم يا أيها. ومن مد العارض للسكون، استغفر الله، من مد المنفصل فقد عامله معاملة مين؟ المتصل. بجامع إيش؟ بجامع أن النطق واحد. أنت في المتصل عم تنطق حرف مد وبعده همزة، وفي المنفصل عم تنطق حرف مد وبعده همزة. انتبهنا كيف؟ واللفظ في نظيره كمثله. وضح إخواني؟ هذه مثل هيك يعني مدخل إلى مبحث المدود. المدود التي في القرآن العظيم والتي لا غنى لقارئ القرآن عن معرفتها، 9 لا 10 لها: المد الطبيعي، مد البدل، مد العوض، مد الصلة بنوعيها، مد المنفصل والمتصل، مد اللازم، مد العارض للسكون، مد اللين. كم واحد صاروا؟ 9. واضح إخواني؟ سنأتي عليها بسرعة لأن هذا كله معلوم لديكم. مدخل تعريف المد وأنواع المدود وقياس أزمنتها. هذا بدكم تصحصحوا معي، ها؟ لسه ما خلص الدوام. تعريف المد: المد لغة الزيادة والتطويل، واصطلاحا عند المجودين إذا قالوا مد شو معناته عندهم؟ إطالة الصوت بحرف من حروف المد واللين أو حرفي اللين. منعيد: إطالة الصوت بحرف من حروف المد واللين أو حرفي اللين. وحروف المد واللين هي الألف والواء والياء، السواكن المجالس لها ما قبلها، مثالها نوحيها. وسميت حروف المد لأن لها قابلية النطق والتطويل، وسميت حروف اللين لخروجها بامتداد ولين من غير كلفة. أنواع المد في القرآن الكريم، شوف لي الجدول هذا، استفيدوا منه يا شباب. المد إما أصلي وإما إيه؟ فرعي. المد الأصلي معناته هذا الطبيعي اللي هو بمقدار كم؟ حركتين. بينما الفرعي شو بيكون؟ أكثر. مين الطحاطيح الكبار بالمدود الفرعية؟ مين؟ اللازم والمتصل، هدول أبو المدود، أبو المدود اللازم والمتصل. أو اللازم سببه إيه؟ سكون. والمتصل شو سببه؟ أي. والبقية كلهم حيتفرعوا عنهم، عن هدول الاثنين بس، هالنفرين هدول، النفرين هدول حيتفرع عنهم الباقي. انظر يا أخي إلى الجدول. الأصلي يلحق به البدل لأنه حيكون حالة خاصة، العوض كمان له كلام، والصلة الصغرى. بينما المد الفرعي اللي هو أكثر من حركتين سببه إما همز أو سكون. يلي سببه همز، شوف اللوحة، المتصل، هذا الطحطوح الكبيرة تبع الهمزات. مين تفرع عنه؟ المنفصل. ومين تفرع عن المنفصل؟ الصلة الكبرى. الصلة الكبرى تفرعت على المنفصل، ها؟ بجامع اللفظ. هلا انت لما بتقول يحسب ان ما له اخلده، هو اخلده، اليس كانك عم تقول قوا انفسكم؟ نفس الصوت، لكن الفرق انه قوا الواو موجوده في الخط،
وما له، الواو موجودة في الخط. قو لو وقفت عليها بتقول قو، بينما ما له شو بتوقف عليها؟ ما له. فالصيغة الكبرى هي فرع عن مين؟ عن المنفصل. لذلك لو سئلت يا أخي كم حركة تمد الصيغة الكبرى، شو بتقول؟ بمقدار المنفصل. لا تقول كم حركة، قول بمقدار المنفصل. طيب جينا الآن لسبب السكون الكبير، بدعهم مين؟ اللازم. يتفرع عنه العرض للسكون، ويتفرع عن العرض للسكون اللي. ليش اللي يتفرع عن العرض للسكون؟ لأنه القاسم المشترك بينهم انه في سكون عارض بالاخر، لكن واحد منهم الحرف الموجود حرف مد اللي هو العرض للسكون، وواحد منهم الحرف الموجود حرف لين. وقلت لكم منذ قليل حرف اللين صوته مطابق لصوت حرف المد الا في البدايات، الا عند الحركه الاولى. فاذا تجاوزنا الحركه الاولى صار صوت اللين مطابقا لصوت حرف المد. لذلك حرف مد اللين، بالله يركز معي دكة، حرف اللين استغفر الله، مد اللين مدة تشبيها له بمين؟ بالعرض للسكون. العرض للسكون مدة تشبيها له بمين؟ باللازم. وضح؟ وضح يا أخواني؟ يعني خوف وبيت مدة تشبيها لها بإيش؟ بتعملون ونستعين. وتعملون ونستعين مدة تشبيها لها بمين؟ بولد ضالين. وضح؟ هذا كله خليه ببالكم.